انا نفسي اعرف الفيديو اللي جبته لك ده. ده بيقولوا ابن عائد القرني اتجوز. انا حد يقول لي اي داعية ديني بيكسب منين؟ من الدروس في المساجد بتعلق بيني. شوف الفرح ده. انا لقيت الفيديو بيقولوا حفل زواج ابن الشيخ عائد القرني. فرج بيه من اوله بقى كده ومزمز بالراحه كده. خد كوبايه شاي وانت قاعد. اتفضل يا بيه. يا هلا طفل الله يسعدك. منين بقى ده؟ يعني ايه يعني ايه رجل دين عنده كل ده؟ مبدئيا لو وارث فهو زاهد في الدنيا وبيخاطب ناس بسطاء. ده مبدئيا لو وارث. لو عند ابوه بير بترول ومات وسابهوله هيبقى وارث في الحاجات دي يعني. ده مبدئيا يعني. ثانيا لو مش وارث جاب منين كل ده؟ ايه يا عم ده؟ انا افتكرت شفت الفيديو ده والله قعدت اتفرج عليه كده مستغرب جدا. الناس دي بتجيب الفلوس منين؟ خالد الجندي بيجيب فلوسه منين؟ كل الدعاة الدينيين زي الأسسة نفس القصة. بس يقعدوا يكلموك عن في كتاب عن الفقر عن الفقر في الصحابة كاتب واحد أردني تقريبا عن الصحابة إزاي كانوا فقراء قوي وإزاي كانوا يمسكوا البلح يمصوه يقعد مدة طويلة يحط ببقه كده عشان يقعد مدة طويلة ببقه لأنه جعان. وعن الرسول إزاي ربط بطنه وبيحفروا الخندق. كتاب مهم قوي كده عن فقر الصحابة. تقعد بس يعني هم يضربونا مثل بالقصة دي بس الواحد فيهم تلاقي اللغد بتاعه قد كده وتلاقي الشح فظيع. منين؟ من قال الله وقال الرسول. ازاي كده؟ نفس القصة في الأسسة. نفس القصة بالظبط في الأسسة. يلبسوا تيجان ويعملوا بتاعه حاجات وتلاقي القسيس مليان ما شاء الله كده ويكلموا الفقراء في المسيحيين عن مثلا واحد اسمه شنودة. شنودة ده كان من بني سويف في مصر. كان غني جدا. التاريخ القبطي بيقول ان شنودة ده اتبرع بكل املاكه للفقراء ولم يعد يملك شيء وترهبن. ده في التاريخ القبطي بقى حاجة كبيرة جدا حاجة عظيمة قوي. يقعدوا يكلموهم بقى عن الزهد في الدنيا بس هم ملغدين زي المشايخ الاسلاميين كده. تلاقي الشيخ من دول يطلع يقول لك والصيام لاحساس الفقراء. فقراء مين يا معلم؟ انت بتجيب فلوس منين؟ والله ده ما فيش نبي الا وليه شغلانه. ما فيش نبي الا وكان عنده شغلانه بيشتغلها. انت بتجيب فلوس منين؟ بيشتغلوا ايه؟ حتى العلماء اللي كتبوا كتب السلف الصالح كانوا عطارين كان عندهم صنع يعني. احنا عندنا لا. تلاقي الشيخ بيشتغل ايه واعظ وجايب فلوس كتير قوي وقاعد في حاجات حلوه قوي. لا واعظ ازاي؟ ويكلموا الفقراء والحاجات. ادي اهل مكه مش اضرب شعابها بقى. لا اهل مكه ما شاء الله. اهل مكه ما شاء الله. يجي لهم الضيف يكسروا عليه الباب اصله مخالف. طب فين من دخل وكان امنا مع السلامه؟ طب فين دخول البيوت؟ تتعرف ان زمان في مكه قبل الاسلام قبل نزول الدعوه كان في ناس اسمهم الحمص. الحمص دول كانوا بس هم اللي 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 يحجوا بملابسهم. دول اهل مكه دول اللي جوار الحرم المكي. لكن اي واحد جاي من بلد تانية يحج كان عليه انه يقلع هدومه وعليه حاجتين. اما انه يستعير هدوم من واحد من اهل مكه عشان يحج بيها او انه يحج عريان لان هدومه شهدت معاه ذنوبه. اسمهم الحمص.
فكان أهل مكة يسلفوا هدومهم للحجاج اللي جايين غرب، اللي جايين من بلاد تانية بقى. شوف كرم أهل مكة. وعشان كده كانت الحجاج الستات يحج بالليل، تلف تطوف بالليل عشان ضلمة، لأنها هتطوف عريانة. ده كان في ده قبل نزول الدعوة الإسلامية. احنا وصلنا لمرحلة حتى دي ما حصلناهاش، احنا في أوسخ مرحلة حرفيا. عشان قال سعود ربنا ما تعرفش بظروف تاريخية وباتفاق مع الإنجليز بقوا هم المسؤولين عن السعودية أو عن الجزيرة العربية، وهم المسؤولين عن الحرمين، فخلاص بقى يدخلوا بمزاجهم ويوقفوا بمزاجهم. الأمير لما فيهم يجي حج تتفضلوا الحجاج كده ويتعمل له ممر لوحده، ويبقى الأمير قد كده ما شاء الله جاي حج، تتوسع له بقى الحجاج كلها ويقف الحرس عشان راجل هيطوف بالكعبة. اه والله. وبعدين يجي واحدة غلبانة او واحد غلبان يحج اصلا مش معاه تأشيرة، فنكسر عليه الشقة بالليل ونروع زوجته واولاده عشان ما عندوش تأشيرة. ده احنا في حتة تانية يا بيه.